الأهلي يدفع ثمن الإرهاق والغيابات والإصابات ويخسر للمرة الأولى موسم 2018-2019 ويخسر كمان للمرة الأولى تحت قيادة فرنسية لكارتيرون. الأهلي اللي بدأ البطولة بدون أي هزايم ودخل مرمى بعد خمس مباريات هدف واحد، النهاردة بيدخل مرمى أربع أهداف. أسباب متعددة ذكرت منها الإرهاق والغيابات والإصابات. يتقدم الاتحاد السكندري بهدف عكسي عن طريق أيمن أشرف ويتعادل مروان محسن ويتقدم خالد أمر للاتحاد السكندري ويزيد الفارق دي بضربة جزاء صحيحة احتسبها الحكم محمد معروف، هي ضربة جزاء صحيحة 100%، رغم ان في ناس ممكن تقول انها مش ضربة جزاء لكن احنا بنقول اللي شايفينه. يزيد الفارق دي ل3-1 ويقلل الفارق وليد سليمان 3-2 وعمر الألفي أو أحمد الألفي يزود الفارق لأربع أهداف مقابل هدفين، وبعديها في الدقيقة 91 محمد شريف يقلل الفارق ل4-3. 4-3 هي نتيجة اللقاء بعد نهايته في مباراة هي الأغرب هذا الموسم بالنسبة للنادي الأهلي ويمكن كمان في كل المباريات. أسباب متعددة، إرهاق، إجهاد، غيابات، إصابات، يعني مجموعة أسباب بالجملة، لكن هي دي كرة القدم. كابتن ماهر، ذكرت أنا أسباب وذكرت شوية حاجات خاصة وقلت إن ضربة